استقبل القنصل العام المصري في ميلانو إيهاب أبو سريع بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم برئاسة رئيس اتحاد الكرة هاني أبو ريدة، إذ من المقرر أن تخوض بعثة المنتخب مباراة ودية مع كولومبيا في الأول من يونيو بمدينة برجامو بشمال إيطاليا، وذلك في إطار الاستعدادات لخوض مونديال روسيا 2018. أوضح القنصل العام أن المعسكر التدريبي للمنتخب في مدينة برجامو يستمر حتى 5 يونيو المقبل.